أما في سوريا مشاهدينا فتفاجأ جميع السوريين ليلة الأمس ومعهم ربما منظمة الصحة العالمية وجميع المراقبين والمتابعين والمعنيين بفيروس كورونا. ليش تفاجأوا؟ تفاجأوا بإعلان سوريا عن أول إصابة بفيروس كورونا بعد ما قالت وزارة الصحة التابعة لنظام أسد أنه سجلت أول إصابة لشخص بالعشرين من عمره قادماً من خارج البلاد. لكن وقبل ما يستفيق كل هالناس من الصدمة اللي تلقوها صراحةً فباغتتهم وزارة الصحة بمفاجأة أقوى من المفاجأة اللي سمعوها. المفاجأة كانت بإعلان أنه الحالة اللي تم الإعلان أنه هي مصابة بفيروس كورونا شفيت بعد نص ساعة بس من اكتشاف الإصابة على الشخص المصاب، وهو ما يكاد لا يصدق أو لا يصدق بطبيعة الحال. فالفيروس يلي هتك بأكثر الدول تقدماً حول العالم وأكثر الدول يلي عم تتخذ إجراءات طبية ووقائية صارمة ما تمكنت حتى الآن من إيقافه. هتتحول هالقصة إلى مادة غنية للسخرية على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، ويتناقل العديد من السوريين الخبر مع عبارات ساخرة وصور أيضاً تهكمية من حال نظام أسد. خلونا نشوف السوريين كيف علقوا على الموضوع، بداية من جمال داوود يلي قال طمنتونا يعني اشتغل جهاز الطوط طوط وما دفعنا حقه على الفاضي، اشتغل واخيرا بس يعني ما فرحنا فيه كثير. اما محمود الشيبان فاكتفى بنشر هالصوره بتعليق وقال حلفوا انه هي اول اصابه، فعلا هذا مفاجئ جدا يعني والاخير اعترفوا. اما علاء مدحت فقال هدف الكابتن ماجد بده 4 حلقات وعنا بساعتين شخص رح يشفى من الكورونا، العمى شو أذكياء نحنا وعنا مناعة. تذكرة للإسم آلاء على ما هي صبية مزبوط. أما محمد إسماعيل فقال طيب ما خبرتونا أو ما خبرونا شو كان دور الجيش العربي السوري بشفاء هاي الحالة، معقول ما كان لهم الفضل الأكبر لحماة الديار؟ خلونا هلأ مشاهدينا ننتقل لأكثر مقاطع الفيديو تداولاً على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وهي كانت لصراحة مجموعة من مقاطع الفيديو. أول مقطع فيديو كان من الأردن بعد فرض السلطات الأردنية حظر التجول على المدنيين للحد من انتشار فيروس كورونا. تداول رواد مواقع التواصل مشاهد مؤثرة الابتهالات والأدعية يلي بثت من مساجد ومنازل العاصمة الأردنية عمان عقب صلاتي المغرب والعشاء تضرعاً إلى الله تعالى لتجاوز أزمة فيروس كورونا. خلينا نتابع. لا